بلال انولد من ماجلد عمار. بلال انولد من ماجلد عمار، قمر اسمر طلع وتلاله ضيه. هذاك اليوم اصبح عبد، بس عاد عبد رب العرش مو عبد اميه. نهض بالفقره دين الرحمه والخير، مشى وداس بطريق العنصريه، واللي يقول بزلم عز الله الاسلام دخل يتذكر ايش سوت سميه. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا بكم، وليله جديده من ليالي الخير عبر قناه الفلوجه الفضائيه. نرحب بكم كل الترحيب، ونرحب بضيوفنا الاعزاء اللي شرفونا اليوم، وخلينا نسلم عليهم سويه ونبدي بالشاعر المبدع الاستاذ عمر العلي. حياك الله. حياك الله استاذ، اهلا وسهلا بك، وحيا الله الساده المشاهدين. الله محييك. شلونهم اهلنا بنينوى؟ والله ما شاء الله شلونكم؟ خير وبركه. اجواءكم برمضان انتم غير. يعني اكو خصوصيه برمضان، خصوصيه بليالي رمضان، حتى اوقات الفطور، اوقات فهاي العادات اللي توارثناها من اهلنا بعدها باقيه بنينا بصوره عامه. البركه بيكم، البركه بيكم، البركه الله يحفظكم. كل الهلا كل الهلا. الشاعر الشاب المبدع ثامر الجار، الله محييك. اهلا وسهلا ابو رقيه، واشكرك على هاي الدعوه الكريمه. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. الله يسلمك، حياك الله. شلون طريقك كان؟ جيد؟ ها؟ زين جيد. افطارك شلونه؟ كلش تمام. الله بالعافيه بالعافيه. منور على رمضان يا اخوي. شلون امورك؟ كل خير، يحفظك ربي. انت شلونك؟ منشدنا الغالي الاستاذ والشيخ اركان القيسي. على راسي. الله يسلمك حبيبي، يحفظك بخير ونعمه. تحيه طيبه لجنابك الكريم. الله محييك. طبعا منور بالزي العربي الاصيل. ما شاء الله عليك. الله يكرمك. تحيه للضيوف الكرام والمشاهدين. ربي يتقبل الطاعات وحياكم الله. تسلم تسلم، تحيه ودوم. الاستاذ سعد قيس عازف العود المحترم، حبيبي مساك الله بالخير. حبيبي الله بالخير. شلونك حبيبي؟ والله بخير الحمد لله. رمضان شلون أخبارك؟ كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الناس الطيبين. حبيبي وشكرا للضيوف همينا. الحمد لله والشكر. يعني اليوم حلقه حلوه ان شاء الله. نور نوركم النور ان شاء الله. نذكر نينوى اليوم بالعزف. اي والنعم منك، نسمع منك ان شاء الله فد شيء خاص بنينوى ان شاء الله. ان شاء الله يحفظك ويبارك بك. استاذ عمر، البدايه ستكون معك قبل ان يعني نسمع الشعر والابداع والجمال، وانا متاكد من انه انت من الاسماء المهمه في الخارطه الشعريه. الله يبارك فيك. اريد اسالك عن واقع الشعر في محافظه الموصل، وتحديدا جمعيتكم، جمعيه الشعراء الشعبيين العراقيين فرع نينوى. شنو واقعكم الابداعي، اماسيكم وفعالياتكم وانشطتكم في رمضان تحديدا؟ تفضل. طبعا جمعيه الشعراء الشعبيين العراقيين اللي رئيسها استاذ فدعم، نعم، نوجه له تحيه بنينوى طبعا إليه. فرع نينوى، نعم، ورئيسها العام استاذ سيد عباس الموسوي، نعم، ايضا الى تحيه وود. احنا شعراء نينوى جمعيه تقريبا تتكون من 50 شاعر، نعم، اغلبها شباب، شعراء شباب. زين. وسيد فدعم محسوب على الشباب؟ قول ابو الشباب. ابو الشباب لا يزعل يعني. اي طبعا. أي ابو الشباب وما يقبل بعد. شلون؟ هسه شعره كله ما بيه شيبه واحده. يصبغن لو شنو؟ صبغ. اي يلا. لا وين؟ تحياتنا للاستاذ فدعم الحيالي. استاذ فدعم انا اول ما وعيت للدنيا هو نفسه، هو استاذ فدعم. والنعم منه والله، والنعم منه. اي والله، شكلا قلبا وقالبا. الله يبارك فيه وبكل شعرائنا الاعزاء. طيب. امسياتنا تقريبا هاي الفتره يعني قبل رمضان كانت شهريه. زين. شهريه احنا نلتقي. اما برمضان اكو عندنا لقاءات اسبوعيه بعد الافطار. بعد الافطار. امسيات دينيه محمديه. سلام يا سلام. وهم ليالي رمضان بنينوى غير. تختلف فعلا. تختلف. اي تتميز. اي تتميز. اكو اجواء طيبه، اكو اجواء الله. حلوه. الله. وتجمعات طيبه ودائما يزينها الشعر. بعد هي مدينه نبي الله يونس عليه السلام. يونس اي يؤنس. نعم. ماكو بس وضع الهمزه على الواو. نعم. يؤنس. نعم. مثل ما اي يقول اكو قول لعلي بن ابي طالب عليه السلام، يقول لو لم يرد الهمز في القران لما همزت ببنت شفح. نعم. والقران قال الذئب. نعم. ولا هم العرب قبل يقولون الذيب. صح. يونس بس شاف الهمزه العشره موجوده مو؟ الى الان يعني. تقرا الذيب. اي فسلام. نعم. الله على نبي الله يونس ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني هسه الليالي يعني تقريبا اكو
أمسيات وتجمعات شبابية طيبة تبقى للسحور. يا سلام. اي ما شاء الله، فحلوة ويا ريت تزورونا بالموسم. والله نزوركم ونغطي لكم ان شاء الله فعاليا ان شاء الله من الفعاليات بقوة الله تعالى. نريد نسمع من عندك استهلاك النور والسرور بوجوهكم. نسمع افتتاح القراءات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاة والسلام. محمد، محمد يا شفيعي، محمد يا قدوتي، هوايا أهواك انعصر قلبي بمحبتك حيل وانشد شد. إلى أن وصل حب الحب فلا صار، إذا حبك بعد هالقلب ينقد. الله الله أعد أعد. محمد يا قدوتي، هوايا أهواك انعصر قلبي بمحبتك حيل وانشد. يا سلام. إلى أن وصل حبي الحب فلا صار، إذا حبك بعد هالقلب ينقد. الله الله. أنت آخر نبي وأول عشق للروح، إلك عندي مشاعر ما تصل حد، تربى تيدي أمهن قلبي والعين وكبرن حيل بيهن هسه كم جد. أفكر بيك وأنا وفكري مشغول، وأنا وبيك أفكر بيك أشرد. الله. بال الراح يمك للضريح هناك، بال الراح يمك للضريح هناك، صار سنين ادزله وما يرد رد. الله والله منيت اشوفك لو بالاحلام. الله ولو بس لحظه وحده الشوق يبرد. الله رايد حلم. اي والله منيت اشوفك لو بالاحلام. اي ولو بس لحظه وحده الشوق يبرد. يبرد رايد حلم. حلم رايد اظل قاعد وياك. اي ويكض الحلم نومي وابقى مقعد. الله واحكي لك واحكي لك محبة قلبي والشوق، ولك كم مرة عين تغرق الخيط. الله فدوى يروح لك، فدوى يروح لك كل أهلي والناس. إيه ولعنك يخالف عنا ارتد. الله ولعنك يخالف عنا ارتد. أحسنت أحسنت أحسن الله عليك. أحسن. جميلة القراءة. يا ها اي والله فيها رشاقة. طبعا أحسنت والله. الله يسلمك. شكرا سيد عمر حبيبي. الله يبارك ما قصرت. الشاب الأنيق ثامر الجار الله الله يحفظه. شنو هالأناقة هذه؟ العيد بعد بها كم يوم، مو من هسه شوية استهلا من هسه. أيوة بيك البركة. الله يحفظك. بيك البركة. الله يسلمك. تجاري سيد عمر بالقراءة، لو عندك قراءة مغايرة يعني تريد. لا أنا أسألك أنت، أنت اليوم أنا يعني معذبكم ليس إلا. الله يحفظك ورقي نجار إن شاء الله. تفضل. محمد أشرف الأشراف، يا الله. محمد أطهر الأطهار، محمد تاج فوق الراس، محمد نور بس مو نار. الله. بشر مثله أبد ما يصير. نعم. وبشر مثله أبد ما صار. هو أنا رحت أسألك ليش هو صار حتى يصير. الله. بشر مثله أبد ما يصير. إيه. وبشر مثله أبد ما صار. الله. يحب الجار والخطار وأهل الهجرة والأنصار. الله. ويعتز بصحبته هواي. إيه. وهو اللقب الأخيار. إيه. الصديق والفاروق وذو النورين والكرار. يا سلام. يا صحيح. الله دقيقة. هو اللقب الأخيار. يعتز بصحبته هواي وهو اللقب الأخيار. إيه. الصديق والفاروق وذو النورين والكرار، يعامل صحبته بتقدير. نعم. وبيهم يدري كل الخير. الله. وهو الويا طه يسير. إيه؟ يرجع سالم وغانم. الله الله. نبي الأخلاق والرحمة، شفيع ومنقذ الأمة، فدوى الاسم والرسمة. الله. رسوله للرسل خاتم، جميل الطلة والطلعة. الله. شريف الإيد والسمعة. الله. نظيف أنظف من الدمعة. الله. ومثل السيف على الظالم. الله. عش للطير. إيه؟ بالشجرة. الله. يحب العالم الفقرة. الله. إذا يلمس جرح يبره، مؤدب يمشي ويسالم. مؤدب يمشي ويسالم. عش للطير بالشجرة، يحب العالم الفقرة. الله. إذا يلمس جرح يبره، مؤدب يمشي ويسالم. الله. يحب الجبل والوادي. الله. ويردد شعبي وبلادي، صلى الله على الهادي. الله. ابو ابراهيم والقاسم. صلى الله على الهادي ابو ابراهيم والقاسم. الله 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 الله. شوف شيخي ذولي يتابعون شعراء يتابعون البرنامج. شوف راح احكي لك زين. هذا النسق مال كتابه هذه القصيده بهذه الطريقه بما معناه يردوك تنشدها.
لانه هذا التقاطيع ما استحق والله بيت الرجوع والترتيبات. إيه نعم روح. احسنت ما شاء الله احسنت احسنت بيا ابو رقيه. شوف انك متعلم. عفوا عندي راي الشاعر خلي اقول المسلم وبعدين يجوز اعممه. نعم والله ما يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام والله. نعم والله والله ليس بشاعر. الله إذا ما تشعر بهذا الجمال. نعم بهذا الطهر بهذه الرفعة بهذا السمو بهذا الرقي بهذه الإنسانية بهذه الرحمة بمن تشعر؟ صدق. أنا يعني أنا هذا تساؤل وشعراء هم لو أساتذتي وخلي أساتذتي يعني يقولون ابن لسانه صاير طويل. نعم. ها لو زملائي ويعرفون أخوهم شوية ما يسكت على هاي السالفة. الله يعزك الله يخلي. لا حقيقة شاعر ما يكتب عن حضرة النبي ترى يعني هذه زحمة. نقطة نظام. نعم. لأنه أنت مو شاعر. هو أكو شاعر يقول هزني الهوى بكل حيلة لأن شاعر مسويني يعني. نعم. أعتقد لمحمد الغريب رحمه الله. نعم. أي هزني الهوى بكل حيلة لأن شاعر مسويني بما معناه أنه أنت الحب والهوى حرك مشاعرك وجعل منك شاعر تترجم هذه الأحاسيس اللي بداخلك على شكل قصيدة أو مقطوعة شعرية جميلة. طيب أنت حسيت بمن؟ حسيت بأشياء كثيرة وعليك أن تحس وتشعر بالبداية بأجمل خلق الله وأشجعهم وأكثرهم وأكبرهم فضلا عليك صلى الله على محمد. أحسنت أحسنت الله يعزك ويسلمك شيخي. لا تعطيني مجال من شوفني أروح جايد هذا خاف يعني داركني. الله يحفظك. وما نأخذون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هناك أبيات أيضا بمدحه صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام تقول من أين أبدأ والحديث غرام من أين أبدأ والحديث غرام غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من أين أبدأ في مديح محمد حبيبي يا رسول الله من أين أبدأ في مديح محمد لا الشعر ينصفه ولا الأقلام هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين همام الله الله هو صاحب الخلق الرفيع على المدى على المدى هو قائد للمسلمين همام هو سيد الأخلاق دون منافس الله اي والله يا عين هو سيد الأخلاق دون منافس هو ملهم هو قائد مقدام ماذا نقول عن الحبيب المصطفى ماذا نقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للعالمين إمام ليصلي جنابك يوم أما يا عيني صدق هذا ادعت لبيوم يا يابا يابا الله الله طبعا الأبيات الأبوذية لشاعرنا أبو رقية المبدع الله يعزك اللي يصلي جنابك يوم أما صدق هذا ادعت له بخير يا عيني يا عيني اي والله يا أبو الزهرة يا أبو الزهرة يا أبو الزهرة عد عينك أمة إلى اليوم إلى يوم القيامة وياك يا الله صلى الله عليه وسلم الله الله يحفظكم ويرضى عليكم الله على صوتك مو على الشعر شعر مو حلو محلي اسم النبي ولا هو ترى ايش الله يحفظك الله يحفظكم ويعزكم يحفظكم صديقي واستاذي الغالي
اريد تسمعنا شو يقول العود اليوم. والله اليوم محضر سماع عشة عربان للاستاذ خالد محمد علي. بما انه ضيوفنا من الموصل فهو من الموصل. عفيه شلون يعزمون حتى بالعود. بارك الله يا اخوتي. اسم هاي المقطوعة؟ هاي المقطوعة اسمها ألوان. ألوان. هو يستعرض الموصل يعني تصوير فيديو كليب من قبل يعني من التسعينات وهو مصور. شهيرة هذه الموسيقى. أيوه. يعني لها بعد بيها مقطع طبعا الرابعة اللي يسموها المقطع الرابع. ليش ما عزفتنا يا ضميتها؟ شوية صار حركة ما متمرن. ها. أي. انت بيك البركة. خاف أغلط. لا شوف شلون. أي والله. يعني شغلة بيها تمرين. تسلم تسلم مشكور. حبيبي. بس إيه أستاذ عمر العزيز الغالي، أنا عندي فكرة عنك أنه أنت يعني مو فقط شاعر بل تعمل في مجال البحث الاجتماعي أعتقد بصفة رسمية. نعم نعم. وعندك مؤلف أصدرته قبل فترة وسووا لك به حفل توقيع. نعم. يخص المسألة، تحدثنا عن هذا الإطار وخلي مشاهدين الكرام يعرفون أن شاعرهم يستنبط أشعاره من خلال الحكايات التي يستمع إليها في بعض الأبحاث الاجتماعية. أستاذ حسام، مثل ما أنت تعرف وأغلب السادة المشاهدين يعرفون إنه الباحث يعني الشاعر هي موهبة. نعم. الشعر موهبة. نعم. ما تبعدك عن شغلك الحقيقي أو نعم. عملك أو نعم. وظيفتك. نعم. فكل شاعر عنده وظيفة يعني يشتغلها أو يعتاش من عندها. نعم. فوظيفتي يعني الرسميه هي البحث الاجتماعي، يعني ما راح بعيد من الشعر. هي هم رساله انسانيه. مو قريبين؟ قريبين بس طبعاً. انت لا انا اقول لك هاي كلمه تحسدك يعني الحسد تمني زوال نعمه الاخرين. اغبطك مو الطف ومو الطف اشرف يعني احسن مو صحيح؟ فلا هو يسمع قصص الناس دائما يعني مو بالبحث الاجتماعي اللي عندهم مشكله اللي عندهم ما يجون يمه. سويت هالقصص ذني عيني وطلعت بين كتاب. هو طبيعة عملنا الناس اللي تصير عندها مشكلة زين ويعني تصل مرحلة بعد يعني للطلاق بعد يتوجهون للمحكمة. نعم.
فلما يرفعون الدعوة قدام المحكمة، المحكمة تحيلها للبحث الاجتماعي. هم يدهربون عليك هذول. البحث الاجتماعي هو شخص يقدم النصح والإرشاد زين، حتى يحاول إصلاح ذات البين. طيب. بين الطرفين. طيب. قدر يصلح فخير وأهله، ما قدر يرجعها للمحكمة إنه هذول يعني هذا الطرفين بعد ما لهم حل زين غير الطلاق، فتمشي الإجراءات البقية زين. سماع القصص طبعا أغلب الناس يعني يعني هي الناس بالفطرة تحب سماع القصص يعني. زين زين. يعني هسه إذا اثنين تعرف أنهم طلقوا أول ما تسأل ليش شنو السبب. طيب العفو، أنت سؤالك عن السبب، سؤالك عن السبب هاي هاي قصة يعني شنو قصتهم يعني. يعني من يجي واحد يحكي لك القصة والخلافات المستمرة أو الأشياء هذا ينكتبا؟ يعني احنا نكتب ملخص عن ملخص عن الحاله، يعني القصه ممكن اكو 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 بعض الحالات مجلدات متكفي والله. اي فاكو بعض الحالات يعني شيخي اكو سيناريوهات واشكال وانواع عن نوبات السوالف اللي اقول رجاء تعبت يعني ما انت مو تتعب؟ هي هو طاقه سلبيه، بس لازم انت بالبدايه تتعلم اكو علم اسمه البرمجة اللغوية والعصبية. هاي هذا العلم بالله تامر أريدك شوية تأخذ من هذا العلم حتى تهدأ من هذا العلم يخليك أنه أنت تتبرمج يعني دماغك على أنه هذا مجرد عمل زين، وأنه هاي الحالة اللي قاعد تسمعها مو بالضرورة أنه أنت تتفاعل معاها وتعيش معاها وتصير أحد أفرادها. عزل المشاعر هذا؟ أي هذا يعني عزل تحط الجدران شنو هذه؟ ها عزل المشاعر، فأنت تتدرب عليها، وهذا علم ممكن تطلع عليه يعني. وأنت شقد قدرت تتدرب حتى عشت هذا؟ بالبداية يعني إحنا نشوف حالات. طيب شنو ترجع البيض ضايج؟ طبعا يعني اول يوم الاهل يقولوا لك شنو ذنبنا انت طالع نغروسنا الطاقه السلبيه شايلها على ظهري زين. فبدايه اكو باحثين واكو ناس مختصين بهذا الموضوع استشاريتهم، ابو هذا دوامي طاقه سلبيه قاعد اشيلها معايا يعني محمل للبيت ناس تجيب مسواق هو جايب مشاكل. فهاي المشكله اكو مشاكل يعني فعلا يشيب لها الراس يعني. طبعا يعني انه انت من شايل مشكله كل كبيره وصلتهم للمحكمه، هي ماكو مشاكل بسيطه تصل لهذا الموضوع. قلت لهم لازم اتدرب او اترك العمل يعني. هذا موضوع راح انا اخسر عائلتي، راح اخسر ناسي، راح اخسر اصدقائي. صحيح. اكو بعض الاحيان انت متواعد مع جماعتك، متواعد مع ربعك، متواعد مع بمناسبه زين، تريد تطلع وانت محمل بمشاكل. شوف انا ادري هسه انت هم هاي المقدمه الجميله وراها اكو قصيده من هذا الواقع اكيد مو؟ ان شاء الله مو بالله ان شاء الله. بس انا ما طولت شويه ردت تطش علينا من هاي الطاقات الحلوه، ما نريد من عندهم، راح نروح ناخذ طاقه ايجابيه ونرجع لك. أيوة. زين شيخي هذا الصوت الجميل فد انشاد، حتى بعدين احنا نريد نرجع للطاقات هذه النوع علينا اخوي العزيز. توازن يصير توازن مع هذا. حاضر ان شاء الله. الله يعزك، حاضر للخير ان شاء الله. صراحه نهيجكم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام كل مشتاق لذيذ الارض يا الله. أفضل علاج مهدئ للأعصاب. إي والله إي بالله. يا ذاهبين إلى النبي خذوني، يا ذاهبين إلى النبي خذوني، وما رأيتم دمعتي بعيوني، أو ما علمتم للحبيب محبتي وتلهفي وتشوقي وحنيني، إني بأحمد ما أحييت متيم، إني بأحمد
ما حيت متيم وله غنائي دائما ولحوني. الله الله. لا تتركوا بالله قلبي للجوى. لا 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 تتركوا بالله قلبي للجوى. لا تذهبوا يا زائرين بدوني وحق من صام للباري وصلى وصلى أمل مكتوب للهادي يا عيني يا عيني. الله. محمد أشرف العالم بالله. وصلى عليه الباري خلاق البرايا. حبيبي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. شوف ما شوف وجهك منور لأنه تحب النبي عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي والخير. الله يكرمك. وهذه الطاقة الإيجابية اللي أنت ممتلئ بها الله يحفظك. أعتقد هي سببها الإنشاد وهذا الحب وهذا الاتصال معه. اجعلنا إن شاء الله من في زمرته صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا الله. تشفع عنا هاي إذا ما تشفع عنا وخذ. ترتاح شيخي من دائما يعني تمارس هذا الإنشاد الديني وتشعر بأمان أكيد أكيد طبعا. وهاي الطاقة والقوة والشجاعة. صدقت. الإنشاد حتى يطلقون عليه غذاء الروح. غذاء الروح. إيه يعني الكلام الجميل إذا وافقوا لحن جميل يعني تشير بعد الإنسان. إيه الله. إيه نعم. الله. شوف يتحدثون عن الطاقة السلبية والإيجابية سيد عمر سيد ثامر شيخي أستاذي إخواني مشاهدينا الكرام يقولون مرات عليك باللجوء إذا يعني كنت في مكان تكثر به المشاكل. يعني أنا مثلاً أكو محكمة فرغوها وقالوا هذه راح ننطيها لمنظمات المجتمع المدني إيه وإحنا راح نروح لغير مكان فعلاً تركوها صار المقترح بين المثقفين ويحكون أنه راح نقعد بيها وكذا. قلت يقال أن الجدران تكتسب طاقتها من الناس اللي عايشين بيها عادة مثلاً من تروح المكة المكرمة رأساً حتى الجدران تلقاها مبتسمة وفرحة والنقاء والطهر والعفة وكل شيء جميل وأي مكان تروح به تلقى به يعني حتى ليش الناس تلجأ للأماكن المقدسة والكذا يعني أقول لك الحمام هنا يأمن وينزل والأرواح تسكن وهكذا الغرف والأماكن اللي تكثر بها المشاكل والحقيد والحسد والهذا يقول عليك أن تغادرها لأنه هي هذه أيضا سقوفها وجدرانها تصيبك بالعدوى. الله. وين تروح يقول إلجأ إلى البر. الجأ إلى البر اطلع وكون لاكو سقف يعني السقف هي السماء الزرقاء لأنه الطاقة النورانية اللي بالسماء هي اللي راح يعني تقع عليك وتقويك فأنت يا أخوي الله يقويك زين وأريد أسمع قصيدة من هالأمور لأن هم رحنا ورجعنا لك وين نروح أستاذ حسام هي الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية هي الناس هي اللي تنطيها لهذا الموضوع. صحيح. أنت تتهيأ نفسياً لما تروح للمحكمة تتهيأ نفسياً أنه أنت أكو فد مشكلة فأنت محمل بالطاقة السلبية فذكرياتك تفاصيلك ترتبط بهذا المكان أنه أكو فد طاقة سلبية زين. بينما لما أنت تروح لمدينة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنت محمل طاقة سلبية مهيئ نفسك على أنه أنت تفرغها تفرغها هناك وتجي محمل إيجابي ايه والله تجارة ايه بناءكم غير أناني فالطاقة السلبية ثاني يقول الدوام إن ما تقدر تنجح بأي دوام أو أي وظيفة إلا أنه أنت تحس هذا المكان كأنه أنت رايح على موعد غرامي ها. فتعودنا على هذا المكان أنت تروح للمحكمة على أنه أنت عندك مشكلة زين. بينما أني أروح للدوام أنا عندي رسالة لازم أوصلها إنسانية رسالة إنسانية عندي أمانة لازم أديها يا سلام عندي ناس لازم أحاول أصلحهم أحسنت ما قدرت أصلحهم هاي الأمانة لازم أهيئهم مستقبلا
انه هذا الطلاق لازم يكون طلاق ناجح ما يأثر على أطفالهم، ما يأثر على مشاكلهم. يعني حتى بالطلاق أكون ناجح وأكون أكيد. سيد سولف لي بشكل مختصر عن الكتاب اللي صدرته، شنو اسمه، ويعني هو بداخله شعر لو بداخله شنو، لو حكايات لو إيش؟ مشاكل الطلاق لا تحصى ولا تعد. اسم الكتاب؟ اسم الكتاب رحلة قصيرة بين 10 أسباب للطلاق. طيب. مدة عملي تقريبا 10 سنوات. زين. مرتني آلاف الدعاوى. نعم. بهذا الموضوع، وكل دعوة منها سبب. زين. فهاي المئات أو الآلاف الأسباب اللي كتابك كم؟ 10,000 ورقة. كتاب زين. رحلة قصيرة. قصيرة يلا. رحلة قصيرة. زين زين. فهاي الرحلة القصيرة جمعت بيها 10 أسباب. زين. هاي العشر سنوات حسيت إنه هاي أكثر 10 أسباب قاعد تتكرر علي بناء على الحالات. هن هذني محصورة بيهن المشاكل. إيه فمن هاي الأسباب الكثيرة جمعت 10، كتبت عن هاي الأسباب العشرة بشكل. جبتنا نسخة للبرنامج. موجود إن شاء الله. يلا خير إن شاء الله. وباسمك وباسم البرنامج. يسلمك الله يسلمك الله. إحنا خلنا نسمع قصيدة هسه إبداعية. ونرجع حم نسولف بهذا، احنا نشوق يعني مشاهدينا الكرام على كتابك حتى نسوي له ترويج. سألتني عن موضوع انه هاي الحالات اثرت او كتبت عنها او كذا. مرات الشاعر قلتها قبل شويه، يعني بينظر للامور مو مثل ما ينظر لها باقي الناس. صحيح. او باقي الاشخاص. صحيح. فحثت بدايه عملي بعد ما قبل لا برمج نفسي عقليا. زين. فد حالة وعشت معاها، يعني انه تأثرت بيها، تأثرت بتفاصيلها. زين. البنت كل شيء بيها صح. زين. اهلها انطوها لشخص كل شيء بيه خطأ. الله اكبر. البنت الاب وام كبار بالعمر طلعوا من الدنيا بيها. زين. حاولت انه مثل ما هم ما حرموها من كل شيء، حاولت لا تكسر خاطرهم ويسموها مطلقه، وتحملت كل انواع القسوه والتعنيف، كل انواع الانواع السلبيه اللي ممكن تكون بزوج. نعم. وبالاخير ما قبل الا ان يطلقها. طلق. نعم. فحكيت معاه شعرا معاتبا. قول بالله، خلينا نسمع. ما تقدر عليها شلون تتزوج؟ ما تقدر عليها شلون تتزوج ببنات الناس؟ ليش تعيش الحرقة المرية وتعود البيت أهلها الضوق؟ سكرت موت كلمة هاي مطلقة. المرية وتعود البيت أهلها الضوق، سكرت موت كلمة هاي مطلقة. أمها عليك تدعي من الله وين تروح، ودعاها من القلب ومصاح بالشهقة. باكر مثل زفة أهلك الزفوك، أمها النص جهنم تاخذك صفقة. ولو أبوها الكبراها بيا وجه ويعيش، ويخاف الشماتة ورقبته مدنقة. شن بنص قضية شرف مو مظلوم. الله. شن بنص قضية شرف مو مظلوم، وانواع السوالف بذنه يتلقى. وشيب الكلام البي مسامير مثل شيب العشق لو صاحب الفرقة. بسيط وشاف ظل بسيط وشاف بنته انظلمت بنص ناس، همه ويا الظلم معاشر وعشقه. ويبكي بدعاء يبكي بدعاء يفك للف مصلوب. يا ربي يا رب خذ عمره وانطي بنت الحظ، على قد عقلي خذني واستجب رباه، ترى غصه بدليلي بسكته بس تنفض. الله. انا عارف الظلم هيشتغل بالنوم، كون بنوم هسه ينام ما ينهض. ربي ربي بقدرتك ربي بقدرتك عوضها انا الصوج، اصبعي من الندم خلصته من العض. الله. سلامتكم. احسنت سيد عمر. احسن الله. احسنت بوركت. الله يبارك فيك. يعني هذا تسليط ضوء على حاله سلبيه في المجتمع، طلاق غير مبرر. نعم. مو نعم. اكرمك الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. ابن الجار الله. جار الله بيت. جار الله. إيه. من بيوت الجبور. إيه. الكرام أنعم وأكرم نسبا وبيتا. الله يعزك. حياك الله. شو نسمع من عندك؟ أول شيء أنا أحب أعتذر منكم قراءتي بالموبايل، لأن القصائد كلها كاتبة جديد للبرنامج. ها للبرنامج. يا الله. هذا شكرا لك. الله يعزك. يدري برنامجنا بالتزامات وبأمور. نعم. يعني ما هذا أحسن. خادم أنا صغير. أحسن مخدوم. الله يعزك. الله يعزك. أبو رقية، كان عندي أمنية. إيه. وحبيت هاي الأمنية اليوم تتحقق قدام. إيه. الكاميرات وقدام الناس. يلا. كلمة بنفسي. إيه.
كانت أمني أحكيها كلمة بنفسي كانت أمني أحكيها أحبك يما وأعرف ما مسويها. الله ما قايل لأمه أحبك. أيوة أو ما أو بكلمة أحبك يما ترى واحد لها كلمة بنفسي كانت أمني أحكيها أحبك يما وأعرف ما مسويها. يا كل الخير وبلياتش ما موجود حياتش قد معاني ونكهة تنطيها وأقول الناس كل الناس كون أمهم مثل أمي. الله قبل ما أعثر بممشاي إيه؟ تحس لحبيبة وتسمي. الله هاي أمي ربيعي عم على الدنيا. الله شمس وتنور أيامي. شمس وتنور أيامي دنيا تغرد بضحكات إيه؟ غيم ويروي كل ضامي. الله الله طفل طاير فرح بالعيد إيه؟ إذا شفت أمي قدامي وإذا ما أشوفها دموعي بلا ما أدري بيها تسيل. اللي بثوب الصلاة ألقاها صبح وليل. الله وإذا ما أشوفها دموعي بلا ما أدري بيها تسيل. اللي بثوب الصلاة ألقاها صبح وليل أعز الناس وأغلى الناس والعالم أمي وإلها ظل طول العمر خالد. الله أمي الله. وإلها ظل طول العمر خالد. وما أجمل هذه الخدمة. الله يعزك. وما أجمل هذا التشبيه اللي بثوب الصلاة ألقاها صبح وليل. جد حلو تدخل البيت دائما انت متوقع انه هذا الانسان اللي راح اطب القاه لابس حبات الصلاه. استاذ حسام مداخله طبعا يعني اغلبنا ما مسويها إيه؟ مال اني احبك إيه؟ الكلمه احنا نحبها بس ما نقول لها إيه؟ بس ما نقولها بهاي اللفظه. هذه دعوه ان شاء الله كنا نسويها. يلا احنا على طريقك ان شاء الله. الله يعزك. احنا سمعنا من الشباب إيه؟ اليوم القصائد الحلوه إيه؟ وانا اعرف الشاعر من يسمع قصيده يتحرك بداخل الشيء. نعم 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 إيه؟ طامعين نسمع منك. تبشر بعزك. توافقوني اي والله اكيد. تبشر بعزك. الله يحفظك اي والله تكرمنا اليوم. سلمك الله الله اكرمك. بين المختصر والمختصر حيل. بين المختصر والمختصر حيل وما بين اللي يسولف بالتفاصيل. اكو شاعر شغلته يفرح الناس. وأكو شاعر شغلته القال والقيل. أكو شاعر شغلته يفرح الناس. وأكو شاعر شغلته القال والقيل. وأنا بقابيل ما متأثر بيوم ولله قدمت قربان هابيل. أنا بقابيل ما متأثر بيوم ولله قدمت قربان هابيل. دور المبتسم أديته بتقان أول ما عرفت الدنيا تمثيل. لميت الشمل من شفت طشار. لميت الشمل من شفت طشار واللي يلم القزاز يصيح يا ويل. شلت حمول يا ما كسرت ظهوره مو بس الحمل شلت الحماميل. فرح شلت الحمل مرة ثانية. الله يعزك. شلت حمول يا ما كسرت ظهور ومو بس الحمل شلت الحماميل. فرح للعالم وللدنيا غنيت بس الروح جريت المواويل. فرح للعالم وللدنيا غنيت غني لك باخر حلقة. فرح للعالم وللدنيا غنيت بس الروح جريت المواويل. ما أحب أسمع اليرطن بالأطنان ولا أحب اللي يسولف بالمثاقيل. مو كل راية سمعة أعتبره دستور ولا أستهزئ براي المقابيل. مع حضرة رفيع المستوى مشيت. مع حضرة رفيع المستوى مشيت ولكن وانا راسي وما صار الذيل. الله الله. عزة نفسي تنزل يصعد المال. عزة نفسي تنزل يصعد المال بالميزان خاف ببالك تشيل. الله 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 الله. مقابل تعبي ما انتظره ينعاف. مقابل تعبي ما انتظره ينعاف اذا اعرف يجي بذله وتواسي. ما تسمع لي صوت وأنا حزنان. ما تسمع لي صوت وأنا حزنان. وإذا أبكي إذا والإذا شرطية. إذا أبكي
مجرد دمعة السين. شاعر وادري مسؤوليتي تكليف، وكل المجتمع منطيني تخويل وتوكيل. نعم. شاعر وادري مسؤوليتي تكليف، وكل المجتمع منطيني توكيل، اللي يريد العلاج افزع له باسعاف. نعم. ويتعدل لشوفه يريد تعديل. الله. وما كلفك وتعبك، اني ممنون ما سولف اذا مو بالمدالين. ما كلفك وتعبك، انا ممنون ما سولف اذا مو بالمداليل. اعرف والاعرف هي عجبك يجوز، وبشرك بي روعة من المخابيل. اعرف والاعرف هي عجبك يجوز، وبشرك بي روعة من المخابيل. يواصلني الوحي، الوحي يواصلني الوحي. ولا تجفل شبيك يا خي، وحي الشعر مو قصدي جبريل. الله يحفظكم ويديمكم ويسلمكم. انتم لا تخلوا نقرانا طويل. صح لسانك، الله يعزك. صح بدنك ثمرت البرنامج. لا يا عمري، انتم انتم خطارنا وعزوتنا واهلنا وناسنا. الله يعزك ويحفظك. اركان، اركان هذا اول حرف باسمك حرف الالف، يقال الف الاستقامه. ان شاء الله يا رب. بعلم الحرف اليوم انا وياك نسوي سيرش عليه ونشوف شو نسمع منك شيخي. ان شاء الله. والله هي القصائد هواي. اي بيك البركه. الله يبارك فيك. هواي على راسي. اي والله. الله يحفظكم. حجاز، اكو حجاز؟ حجاز اي. تراني يجيني يعني اشعارات. اشعارات نعم. وحي بس مو فوق. اي نعم. الطابق الثاني. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا حب محمد لم أتكلمي. يا مظهر التوحيد، يا حبيبي. يا سلام. يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدات الهائمين الحوام. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. حلاك وصفا بالجمال الأكرم. الله. إن الذي سواك في قرآنه
حلاك حلاك وصفا بالثناء الأكرم صلى الله عليه وسلم. يعني استقر على السيقا يعني شلون هذا الكلام الجميل. الله يحلي ايامك مثل ما جاي تحلي هالمجلس. على راسي ننتقل الى الموسيقى. انتوا بعد عرفتوا مصدر تمويل المعلوماتي موجوده ما تحتاج تجي. الله يحفظهم والله. شوي نلطف الجو ونعزف شيل الموصل هم يلا من تراث الموصل. يلا يلا يا ورقية الذهب على السمار. يا سماق يا سماق سماق, سماق. ايه. ويردلي يردلي انت راقي 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 انتقالاتك هاي التراث الموسيقي. انت من شوف ثقافتي الموسيقية بعد ما هذا ما يحتاج مو من نغم البيات هاي شيء اخر شو اسمه تلحينة سووها بعض المداحين سووها انشود سيدنا النبي يا حمامي اللي هي حب النبي الهاشمي صارت حب النبي الهاشمي الله حب النبي الهاشمي بالوصف يا صاحي فلا له مثال بالوصف يا صاحي فلا له مثال ختم على كتفه والنور في وجهه ختم على كتفه والنور في وجهه لو تعلموا ما به لو تعلموا ما به من خلقة وأخلاق فوق الجمال من خلقة وأخلاق فوق الجمال حب النبي الهاشمي حب النبي الهاشمي بالوصف يا صاحي فلا له مثال بالوصف يا صاحي فلا له مثال عاشوا 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 الله الله, الله ذكرت الشيخ شوف 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 مو بس هاي لا هسه اني احنا هذا يسموه سطو بس هذا اجمل سطو سطو مقبول حتى الملحن يقبل يقول للدخي ولي لحني دوخذوا هذا احسن 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 شيخي حبيبي نسمع من عندك قصيده يعني سيقول إذا طابت النفوس غنت غنت أي مفطر بعد انتهى فيها مجال شوية بس لا توصل للسحور إيه لا لا إيه إيه وجداني وجداني إيه نعم الوجدان ضمير الإنسان على طاري إيه على طار العرس إيه
جاء على طار العرس زادت شهيت الموت وقمت اشتم جفن واحلامي كلها قبور. على طار العرس زادت شهيت الموت وقمت اشتم جفن واحلامي كلها قبور. لا ترى مبين هو متحاشي الطاقه السلبيه جدا. اهلك قول سالم اي اهلك بالظلم تجاوزوا فرعون زين ما زوج غصب صح بس قتل وبجور. نعم سهل كتل البشر لو قسته بالسووه ما تعوض العاشق عن حبيبه الحور. اكيد ترى كتل سهل كتل البشر لو قسته بالسووه ما تعوض العاشق عن حبيب الحور. ترى كسر الخواطر يستحق اعدام فقره وكون تنزل حتى بالدستور. صحيح. ترى كسر الخواطر يستحق اعدام فقره وكون تنزل حتى بالدستور. قصتنا قصيره وحبنا مال كبار. نعم ريحه شيله بيه مرتب ومستور. نعم ترى اللي يعشق صدق يساحي حتى ابليس بأخلاقه ويحوطه من الوساوس سور. نعم تاريخ العقد كرهني بالتاريخ. الله تاريخ العقد كرهني بالتاريخ ونهى كل شيء بحياتي وهدم المعمور ورجعت المستوى وذبيت عقلي بعيد وراجعت المنجم واللي يسوي سحور. عجيب ورجعت المستوى وذبيت عقلي بعيد وراجعت المنجم واللي يسوي سحور. من قتل انتهت ما قلت لي انت حروف مو كلمة جمر خلت اذاني تفور. الله. ومن قلت لك اقف خليها سكت ارجوك حتشك بالقهر كلمات من تنور. حرقت قلبي حرمه تريد بس عريس بنص ناس وتشيع عنها حكي الزور. الله مثل انتحر هم عاصي ناس تقول اعذروه انتحر من القهر مجبور. مجبور احسنت. وانا عندي نصيحه بطل من هذا الشغل انت تشتغله لانه يعني هو يحكي لنا انه اخوان الطاقه السلبيه تولي وايجابيه وهاي والتراجم المقذفات شو تقول؟ تقول عكس ذلك. احسنت الله يبارك فيك. لا مرات يعني الموضوع يعني يتطلب اما بحياتك العامه هي ممكن ما تجسد حاله خاصه بيك. نعم ممكن اجسد حاله استاذ اركان. نعم نعم استاذ يعني احنا مو قلب حاله انت مار بيها ممكن حاله جتك بالدوام وتاثرت بتفاصيلها وكتبت عنها. احسنت شكرا سيد عمر حبيبي. الله يبارك نسمع منك بالختام صديقي العزيز. الله يعزك. ختام قراءاتك الشعريه الحلوه. قصيده لمن يبقى حين لا يبقى احد. الله شلون حكي هذا قوي. خلينا نسمع بالله. الله بسم الله. ربك ما يخذلك اي هذا الحكي كل شيء يهمك اي على كيفك بس بليرحم اهلك صار اي ربك ما يخذلك كل شيء يهمك لطيف وبيك ارحم حتى من امك. الله ما يسد بابا لو سدوهن البيبان عظيم وما يعوفك محترق دمك. الله الف حاشا اذا ينسوك ما ينساك. نعم يستر عليك وطبعا يسلمك. الله إله الكون والأقدار والأيام من تبخل عليك العالم يكرمك. الله ممكن يبتليك بنقص بالأموال يمتحنك يريد ويختبر عزمك. الله يريد يشوف تصبر ترضى بالمكتوب. الله حسب ما قدمت ينطيك ويحرمك. نعم تجزع راح ترجع للأسف خسران ما تجزع تفوز ويرتفع نجمك. الله تجزع راح ترجع للأسف خسران ما تجزع تفوز ويرتفع نجمك. من تفوض له امرك راح ذيك الساع يسدد خطوتك وافكارك وسهمك. الله من تفوض له امرك راح ذيك الساع يسدد خطوتك وافكارك وسهمك. هذا الله العظيم وهذا انت وشوف وظلت عندك انت وصارت بعلمك. اي صنفين البشر ميزهم واختار ويا من يعجبك ينذكر اسمك الله عليكم. شلون اخر شطر ويا من صنفين البشر ميزهم واختار ويا من يعجبك ينذكر اسمك. الله طبعا صنفين بطريقه رمزيه ها نعم طريقه رمزيه لا
انت تعرف يا زين يعني زينين وما نقول من الاخرين. نعم. زين الله عليك. شوف اخواني انا اكو فقره يسموها انتهى الوقت هاي ما ادري شلون نتعامل وياها بس ملزمين وتعال التزام هاي الامور. والله العظيم شرفتوني ونورتوني واني سعيد بمجيئكم تنويركم لي هذا الاستوديو المكان انتم لانه رائعين. اشكركم جدا. احنا اللي نشكرك استاذ. الله يسلمك سيد عمر حياك الله وبياك. بس قول لي ايش راح تسحرون اليوم شنو النيه؟ بالعاده بالعاده تسحرون بالموصل. والله يعني بالعادة بالموصل دائما القيسي يكون وجبة رئيسية. أنت سألت على ما يقول لك القيسي؟ مو بالله؟ والله لا لا شو؟ شو؟ القيسي والتمر و لبن وتمر ولبن وهاي هاي من الشغلات هاي الشغلات الرئيسية سألني موجودة يعني. إي أما أكو عوائل تنوع تضرب يعني ثريد بس اي اكو من ثريد اكو من هذا صنف اي صنفك اكو امور لازم طبخ واكو لا يعني خفايف اكو اخف من يعني امور بسيطه. الله يعزكم ان شاء الله ويفرحكم دنيا واخره. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام احبائي واعزائي وجمهورنا الكريم مشاهدين قناه الفلوجه الفضائيه. شكرا جزيلا لكم. نلتقيكم إن شاء الله في ليلة جديدة من ليالي الخير. إلى ذلك الحين نقول لكم في أمان الله وحفظه.